أهلا بكم بالموجز الرياضي. في ختام الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكلاسيكو العاصمة بين الهلال والشباب، حيث افتتح الهلال النتيجة عن طريق إدواردو في الدقيقة 47، قبل أن يدرك خالد الكعبي التعادل للشباب عند الدقيقة 67. وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، متساويا مع الأهلي المتصدر بفارق الأهداف، فيما حقق الشباب العديد من المكاسب المعنوية وأضاف نقطة وحيدة لرصيده ليصبح 9 نقاط. فيما وضع الاتحاد حدا لنزيف النقاط الذي عانى منه في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، بعدما تغلب على مضيف الفتح بهدفين لهدف. بدر الضيف التسجيل عن طريق التونسي أحمد العكيشي في الدقيقة 54، فيما أدرك حمد الجهيم التعادل للفتح عند الدقيقة 76. في الوقت المحتسب بدل الضائع تمكن عوض ضخريس من إحراز الهدف الثاني للاتحاد. بهذا الانتصار رفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس بفارق الأهداف أمام الفتح صاحب المركز السابع المتساوي معه في نفس الرصيد. هذا واستعاد القادسية نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الخمس الماضية بالدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب على ضيف التعاون بهدف دون رد في ختام المرحلة التاسعة من المسابقة. وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق البرازيلي إلتون عند الدقيقة 65. وبهذا الفوز ارتفع رصيد القادسية الذي حقق فوزه الثالث في المسابقة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و3 هزائم إلى 12 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد التعاون عند النقطة 11 في المركز الثامن. وبعيدا عن كرة القدم، تأهل الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا إلى الدورة الثمن النهائي من بطولة باريس للتنس للأساتدة ذات 1000 نقطة، بعدما تغلب على منافسه الكوري الجنوبي تشيونغ هيون بواقع مجموعتين دون مقابل ليضرب موعدا مع الأرجواني بابلو كيوفاس. وبهذا الفوز ضمن نادال إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس للمرة الرابعة في مسيرته.